محطتنا التالية في هذه الحلقة تختص بالساعات الذكية التي أصبحت تقدم إمكانات هائلة لمستخدميها، إلا أنها قد لا ترضي من يعشقون الساعات الفارهة. محمد طه يعرض لنا جزءا من جهود صناعة الساعات السويسرية الفخمة لاقتحام عالم الساعات الذكية. التوقيت والزمن هو أمر مهم في عالم الرياضة والجري على وجه الخصوص. فرانك مشاشا من إحدى شركات الساعات الشهيرة سيخبرنا عن الفرق بين استخدام الساعات التقليدية ذات العقارب واستخدام الساعات الذكية التي ربما تكون أيضاً تستخدم العقارب. فرانك، هل يمكن أن تخبرنا عن الفرق بين الساعات التقليدية والساعات الذكية؟ الفرق ليس في الطريقة التي تعمل بها هذه الساعات، فالطريقة واحدة. الساعات التقليدية تتمتع بمظهر تقليدي جميل، أما الساعة الأوتوماتيكية فبها زر بالضغط عليه تبدأ ساعة الإيقاف بالعمل، وهناك عد تنازلي يبلغ 30 دقيقة وآخر يبلغ 12 ساعة، وعندما يتعدى عقرب الثواني دقيقة يعد عقرب الدقائق دقيقة. ولكن أليس من الصعوبة متابعة الساعات ذات العقارب عن الساعات الرقمية؟ الأمر يعود إلى طريقة الاستخدام، لكن في هذه الساعة من السهل معرفة الزمن لأن العقارب كبيرة، والأمر واضح بالنسبة لعقرب الدقائق بعدما يتعدى علامة 5 دقائق أو 10 دقائق أو 30 دقيقة. نعم، دعنا ننتقل إلى الساعة الذكية. هذه هي أول ساعة ذكية تنتجها أي شركة لإنتاج الساعات الفارهة في سويسرا بتصميم سويسري وتقنية أمريكية طورتها شركة جوجل. هناك طريقتان لاستخدام وظائف التوقيت في الساعة. الساعة تبدو بعقارب رقمية مثل الساعة العادية، وبالضغط على غلاف الساعة يبدأ العد ويتم التوقف بالضغط مرة أخرى، وبالضغط مرتين تعود إلى الصفر، ويمكن استخدامها أيضا بالشكل الرقمي وهذا يعطي نتائج أدق، ويمكن تحديد النطاق الزمني للقياس وفقا لنوع الرياضة التي تمارسها. إذن هناك من يؤمن في عالم الصناعة والتكنولوجيا بأن ساعات العقارب ما زالت أدق من الساعات الرقمية. تقنية أخرى أريد أن أعرفكم بها خاصة بعالم الجري والرياضة هي تقنية ماراثون تراكر. وتقنية ماراثون تراكر أو المتتبع الخاص بالماراثون هو تطبيق يتم وضعه على صفحة الفيسبوك الخاصة بكل شخص، وهذا التطبيق يكون متصل بالشريحة الإلكترونية التي سيرتديها هذا الرياضي في حذائه، وبمجرد أن يعبر خط البداية سيوضع على صفحته على الفيسبوك مباشرة التوقيت الذي بدأ فيه السباق، وفي منتصف السباق أيضا سيظهر توقيت آخر، وفي نهاية السباق ستظهر صورة الميدالية الخاصة بهذا الرياضي مع التوقيت النهائي للسباق.